الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. أكد خبراء في الاقتصاد أن تقلبات أسعار النفط تهدد اقتصاد العراق رغم عودة انتعاش أسعاره العالمية، إلا أن هبوطها المفاجئ وغير المسبوق منذ 3 أعوام إلى دون $70 للبرميل الواحد جدد المخاوف من إمكانية انعكاس ذلك على ميزانية الدولة. يشار إلى أن العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط بما يصل إلى معدل يفوق 90%. ويحذر الخبراء من أن يواجه العراق أزمة مالية يمكن أن تؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة التي تمثل 40% من حجم الموازنة البالغ $161 مليار. أعلنت السلطات الصينية أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين بلغ $49 مليار أمريكي في عام 2023، ما يجعل الصين أكبر شريك تجاري للعراق ومستورد للنفط العراقي. وأوضحت أن حجم التبادل التجاري مع العراق في النصف الأول من هذا العام وصل إلى $27 مليار، متوقعة أن يتجاوز هذا الرقم ما تم تحقيقه في العام الماضي. هذا وقد شهد تصدير السيارات الصينية إلى العراق زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تم تصدير 20,000 سيارة في عام 2023. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق جاء بالمرتبة 8 في قائمة الدول المستوردة للرز الأمريكي لعام 2023، وبينت أن المكسيك جاءت بالمرتبة الأولى في قائمة استيراد الرز الأمريكي، وجاء العراق 8 ب111,000 طن، فيما جاءت السعودية 9 ب109,000 طن. وبينما تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أقل من 2% من إنتاج الرز العالمي، فإنها تشحن ما يقرب من 5% من الصادرات العالمية. تراجعت الصادرات السعودية النفطية بنسبة 3% في تموز الماضي، فيما أظهرت بيانات حكومية نمو صادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير 19% في تموز على أساس سنوي. ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، زادت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 6.5%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 78% في نفس الفترة. حذر تقرير جديد في بريطانيا من أن البلاد تعاني من نقص حاد في الحرفيين المهرة، ما يهدد الطموحات المتعلقة بالإسكان. وذكر شركة تشيكا تريد العالمية في مجال توفير الحرفيين أن ثمة حاجة ملحة لتوظيف 1,300,000 عامل ماهر و350,000 متدرب على مدار العقد المقبل لتحقيق أهداف الحكومة والطلبات المتزايدة في صناعة البناء وتحسين المنازل والإصلاحات، وفقا لوكالة بي أي ميديا البريطانية. إلى أسعار المعادن والعملات مقابل الدينار العراقي. إلى اللقاء.